بالتالي لما يبقى عندي نقص في فيتامين زي فيتامين ألف، النقص ده بيساعد على ان الشعره تبقى فيها هيشه، فيها هشام في الشعر او جفاف، فبالتالي تتقصف بسرعه. دي نقطه مهمه جدا جدا والناس بتعاني منها، ويضطروا يجيبوا شامبوهات وكريمات وي وي وي، وهو المشكله عندك انت جوه نفسها. اوكي. في سيستميك بنقول عليها حاجه في الجسم مشكلة نفسه. مشكله مؤشر جهاز المناعه بتاعنا بيقول ان احنا عندنا نقص الفيتامين ما معين، فبيبدا يطلع بقى بره، يعني بيقول لك لو انا موجود اهو والله العظيم شعرك مش، فانا تعبان عالجيني، صح كده؟ مظبوط. والجفاف نفسه لفروه الراس بنلاحظ قشره الشعر، وبتبقى لايرز، تبقى طبقات من قشره الشعر. كل ده بيدل على ان عندك انت نقص فيتامين الف، في حين لو فيتامين الف الموجود في الكيوسيز قدرت تاخده بصوره منتظمه، تخيلي انا محتاج قد ايه في اليوم؟ أنا لو شخص أضلت وبالغ أنا محتاج حوالي من 900 ل 1000 مايكروجرام، يعني وخلي بالك والكلام ده من سن سنة، أنا محتاج 300 400 500 600، كل ما بزيد بيزيد. عشان كده الكلوسيز عندنا في الجرعات بتاعته بنقول طبقا للعمر للسن، أنا بدي الجرعة بدي الدوز بتاعتي، فتفرق جدا جدا النقطة دي. يعني لو سن العشرين منتصف العشرينات بنتكلم عن 25 سنة، المفروض كبسولتين كبسولتين، لان انا محتاج 900 مايكروجرام، يعني انا محتاج كبسولتين يحتوي على فيتامين الف. ال30 برضه كبسولتين، ال40 برضه كبسولتين. أوكي. هكذا فيما بعد فوق ال20 او فوق بمعنى صح ال17 سنه بقول ياخد كبسولتين. تمام. طيب في نقطه مهمه جدا احب اثير ليها النقطه، هل الكولوسيز يحتوي على فيتامين الف اللي بيهتم بالشعر والبشره ويهتم بالكولاجين، يهتم بالكرياتين اللي موجود اساسا في بصيلة الشعر نفسها، في جدر الشعرية نفسه؟ لا، ده كمان في فيتامين دال وفيتامين وفي اوميجا 3. طب فيتامين دال هيفيد في ايه؟ انت تعرفي ان من ضمن الاعراض اللي اعرف ان عندي نقص فيها في فيتامين الف هي الاكتئاب والارق. دي مهمه جدا جدا، يعني لما احس باكتئاب وارق وارهاق بحس ان انا عندي نقص في فيتامين الف وفيتامين دال الاثنين مع بعض. دي نقطه مهمه جدا جدا ولازم ناخد بالنا منها. فيتامين دال هيساعد فيتامين الف وهيساعد فيتامين الف. فيتامين الف احنا اتفقنا ان هو ريتينويك، يعني بمعنى صح مضاد اكسده، يعني بيساعد في المناعه بتاعت جسمي. كذلك فيتامين دال برضه هيساعد في المناعه بتاعت جسمي. كذلك الاوميجا 3. لما نيجي مشكله زي حب الشباب، حب الشباب لو فيتامين الف قليل هنلاحظ ان يظهر عندنا حب الشباب بصفه عنيفه، ودي مشكله بتواجه ناس كتير قوي. وعلى فكره حتى بعد ما يعدوا فتره المراهقه برضه المشكله دي بتكون معاهم، وبيروح يزور دكتور واثنين وثلاثه. ودلوقتي بقى البريسكريبشن بتاعت الدكتور مهمه جدا ان يحط فيتامين الف من ضمن العلاج بقيت بتاعه التاني. ولكن الاوميجا 3 بقى تفرق معاك في ايه مع فيتامين الف؟ انا ممكن اخد فيتامين الف لوحده، لكن انا بقول لك ان الهولوسيز يحتوي على فيتامين الف وفيتامين دال واوميجا 3. هتفرق معايا في ايه الاوميجا 3؟ مضاد الالتهابات. حب الشباب هو التهاب حصل في الجلد، مين اللي هيقلل الالتهاب ده؟ هو الاوميجا 3 هتقلل الالتهاب، بجانب ان انا بدي جرعتي اللي انا عايزها في اليوم من فيتامين الف. شفتي ان كل واحد ازاي بيكمل بعضه؟ انا ما بعترضش على الحاجات الموضوعيه اذا كان كريمات او شامبوهات او او او، لكن ما يبقاش ده شغلك الشاغل النقطة دي وانت